السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي على قناتي على اليوتيوب قناة وليد الأسيوطي، ومتابعيني على الانستجرام إنسان جديد، وطبعا أصدقاء جروب رجيم الكيتو بسهولة إيزي كيتو دايت. أهلا وسهلا بكم، وأتمنى أن أنتم دايما تكونوا خير يا رب. موضوع النهاردة هيكون زي ما أنتم شايفين في العنوان: النزول العنيد ولا وزنك يزيد. خلونا نبدأ نتكلم كده مع بعض عن الموضوع ده، ولكن في البداية بس طبعا هبدأ في الأول أتكلم عن الموضوع علشان الناس اللي هتشوف الفيديو ده بعدين على القناة اليوتيوب بعد اللايف، وبعد كده هاخد أسئلتكم إن شاء الله واحدة واحدة. هعمل بس كده، أنا بعمل انفايت للناس علشان يدخلوا ويتابعونا، وياريت كمان الناس اللي بدأت تدخل معايا تعمل شير علشان كل الناس تشوفنا وندردش مع بعض كده عن الكيتو. طيب ياريت تعملوا لايك للفيديو زي ما دايما متفقين، اعملوا لايك للفيديو واعملوا شير عشان الناس اكتر تدخل معانا وندردش مع بعض ونتكلم عن الكيتو. كويس اللايف عشان تشوفوا مش بس اسئلتك، لا كمان اسئلة الناس التانية، فبالتالي بتبدأ تثقف نفسك وتفهم وتعرف اكتر عن الكيتو. ريم ربنا يبارك فيكي، اهلا وسهلا. ومنى مساء النور يا منى، اهلا بيكي. عايز اشوف دايما تعليقاتكم واللايكات الجميلة بتاعتكم، وياريت تعملوا شير للفيديو علشان نتكلم دايما كلنا مع بعض. أحسنت يا وليد، أشكرك جدا. خلينا نبدأ في الأول بموضوع الحلقة قبل ما نبدأ ناخد الأسئلة. النزول العنيد ولا وزنك يزيد؟ اللي خلاني أفكر في عنوان الحلقة ده أني شفت أكتر من تعليق وأكتر من بوست في جروبات كتير، ناس داخلة تقول أنا وزني ثابت، فأنا خلاص أصبت بإحباط وتعبانة وزعلانة، وأنا خلاص ما هخرج من الكيتو. طيب ليه؟ يعني أنت دلوقتي بعد ما تخرجي من الكيتو عشان وزنك ثبت فترة، تخرجي من الكيتو وتروحي تاكلي بقى، ترجعي تاكلي تاني الحلويات والشوكولاتات والجاتوهات والكلام ده ووزنك يزيد؟ يعني بالعقل كده وبالمنطق، أنهي أفضل ليكي؟ أن وزنك يثبت فترة وبعد كده الفترة دي هتنتهي 100% وهيرجع الوزن ينقص تاني، فالأفضل ليك ان وزنك يثبت فترة، ولا تبوظ الدنيا خالص وتضيع كل المجهود اللي انتوا عملتوه وتخرج تماما من الكيتو وترجع لحياتك القديمة بأكل الحلويات والشوكولاتات وما إلى ذلك؟ طبعا الإجابة واضحة وبسيطة جدا، مفيش مانع ان وزنك يثبت شوية وبعد كده يرجع ينزل تاني. بس خلينا برضو نتكلم لحد ما اشوف اسئلتكم، خلينا نتكلم عن الاسباب اللي ممكن تخلي الوزن يثبت وازاي نتغلب عليها. الاسباب اللي ممكن تخلي الوزن يثبت الحقيقه اسباب كتيره جدا، بس هحاول كده ايه على قد ما افتكر الخص لكم ايه اللي ممكن يسبب المشاكل دي. اول مشكله، وخلينا ابدا بحاجه يمكن الناس ما بتفكرش فيها خالص او بيستبعدوها دايما مش عارف ليه، اول مشكله ممكن تخلي وزنك يزيد هو الاسترس، الضغط. لو في ضغط عصبي عليك ايا كان نوع الضغط ده، سواء ضغط في البيت، ضغط في الشغل، ضغط في الحياه اللي حوالينا اللي احنا عايشين فيها، الاسترس ده طبيعي 100% من الحاجات اللي بتاثر في نزول الوزن من غير ما انت تاخد بالك، لان ببساطه شديده الاسترس بيخلي الغده الكظريه عندك بتفرز الهرمون الكورتيزول. طبعا انت لما الناس اللي بتحصل لها اصابات لا قدر الله حاجه بياخدوا حاجه اسمها الكورتيزون، اللي بيفرزه جسمك اسمه الكورتيزول. فهرمون الكورتيزول بينشط او بيحفز افراز الانسولين، فبالتالي بيعطل الحرق عندك بشكل كبير جدا. فمن اهم الاسباب اللي بتخلي الوزن يثبت من غير ما تاخد بالك والناس ما تعرفش الكلام ده، ان يكون عليك استرس. حاول دايما تخرج من اي استرس عليك، اضحك، هزر، العب، اعمل حاجه انت بتحبها، مارس هوايه، اقرا روايه، اعمل اي حاجه جميله كده تخرجك شويه من الاسترس ده علشان تقدر تكمل. دي اول مشكلة. المشكلة التانية وبرضو من الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها، هي كمية الدهون اللي الناس بتاكلها. مدحت مساء الفل يا مدحت، انا وسهلا بيك منور. يعني ايه؟ احنا دايما لما بنيجي نقول ان الكيتو دهون، انت بتاكل دهون كتير، بس مش معنى كده انك بتاكل نص كيلو دهون مثلا في اليوم اكيد وزنك هيثبت. يعني انت خلاص اديت كل الطاقة اللي جسمك محتاجها، اديته كل الطاقه دي من الدهون، اوكي كويس، خد كل الطاقه خلاص، طب هيحرق منين؟
ما ينفعش، فكده هتلاقي وقف برضو الحرق. عشان كده كمية الدهون، انا لسه حتى كنت منزل بوست عن الموضوع ده النهارده الصبح على الجروب بتاعنا رجيم الكيتو بسهولة ايزي كيتو دايت، واتكلمت في قصة كمية الدهون. ادخلوا على الجروب وشوفوا الموضوع ده بالتفصيل. معاذ هجاوب على سؤالك. حاضر، واهلا وسهلا، منورين كل الناس والله اللي داخله. انا بكون سعيد جدا لما بشوفكم بتدخلوا معايا، والناس اللي بتعمل لايكات. انا قلت لكم المره اللي فاتت اعمل لايك ولاف والحاجات الجميله دي، بيبقى شكلها حلو على الفيديو. ويا ريت تعملوا شير، اعملوا شير للفيديو، اعملوا مشاركه للفيديو عشان الناس اكتر تدخل معانا ونشوف اسئله اكتر. انت ممكن تكون في اسئله ناس تانية هتسالها انت مش واخد بالك منها، بس السؤال لما يجي قدامك وتعرف اجابته ده بيديك معلومات اكتر. فاعملوا شير للفيديو عشان الناس اكتر تدخل معانا. طيب كمية الدهون زي ما اقول لكم، اقروا بس على الجروب عندي المقال اللي كتبته النهارده الصبح على موضوع الدهون، تستخدم كمية دهون قد ايه. دي نقطة. النقطة الثالثة كلمة عن الستريس، وبعد كده كمية الدهون. النقطة الثالثة كمية الاكل نفسها. في ناس بيعتقدوا اعتقاد خاطئ. بشكر جدا الناس اللي بتعمل اللايكات واللافات دي، اللاف بتعمل شكل حلو جدا على الفيديو. في ناس بتعتقد اعتقاد خاطئ ان لو كان قليل هيخس كتير، والحقيقة ده غلط. ازاي؟ طبعا هتقولي في الاول ان انت قللت اكلك وخسيت، اوكي ده هيحصل فعلا، هتقلل اكلك وهتخس شوية في البداية، ولكن عايزك تفهم الميكانيزم بقى اللي بيمشي بيه الجسم في الموضوع ده. انت سي محتاج 1000 كالوري في اليوم، كلت الاكل فيه الالف كالوري دول، 1000 سعرة حرارية او 1000 طاقة، الجسم يروح موزع الطاقة دي على كل اعضائه، بخد شوية للمخ وشوية للكلية وشوية للنفس وشوية للكلام والحركة وغيره. طيب انت جيت بعد كده قعدت فترة بتاكل سعرات حرارية مثلا 500 ولا 600، بتاكل وجبة واحدة فيها 500 600 سعرة حرارية، طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الجسم يجيب منين؟ اوكي الجسم هيروح يحرق شوية من دون اللي عنده، بس قعدت 3 4 ايام 5 ايام 6 ايام اسبوع ما بتاكلش غير وجبة واحدة وسعراته قليلة جدا، يحصل ايه بقى؟ الجسم يبدأ يقلق ويحس انه دخل حاجة اسمها starvation، مجاعة. فانت اي اكل تدهوله ما يدوب يحرق منه على قد اللي موجود، هو كان بيشتغل بألف طاقة، طب دلوقتي اللي بيدخل لي 500 600، خلاص اقلل شغلي، اقلل الجسم بيكلم نفسه، اقلل شغلي واقلل استهلاكي لل 500 دول بس، وما احرقش حاجه من القديم. ليه ما تحرقش حاجه من القديم؟ اصل في مجاعه، فبالتالي لو جينا فتره ما فيش اكل خالص يبقى ساعتها نبقى نطلع من القديم. فبالتالي انت لما بتقلل اكلك جدا جسمك بيوقف حرق. عشان كده دايما بنقول السايكل اللي اتكلمنا عنها قبل كده كتير، اعمل السايكل دي انك تاخد يومين مثلا 3 وجبات و3 ايام وجبتين و3 ايام وجبة، وترجع تعيد السايكل تاني وهكذا. فدي برضو من الحاجات اللي بتسبب ثبات الوزن. فخلاصة الكلام عشان بس ارجع ارد على الاسئلة اللي جت، خلاصة الكلام لما وزنك يثبت فترة ده افضل من انك تخرج من الكيتو ووزنك يزيد. اصبر بس على رزقك، يعني زي ما بيقولوا كده، يعني اصبر وهتاخد حاجه كويسه، اصبر على رزقك والدنيا هتبقى تمام معاك وهترجع تخس تاني. جسمك بس بياخد وقت وبعد كده يرجع يخس. في ريم بتقول بيحرق عضل. يا ريم مظبوط، هي بتكمل على معايا في كلامي لما كنت بقول انك بتقلل سعراتك بشكل كبير جدا، فجسمك فعلا في فتره من فترات ممكن يبدا يحرق من العضلات اللي عندك، فبالتالي انت هتحس في الاول انك خسيت، لكن للاسف انت بتخس بطريقه مش صحيه. غير كمان زي ما قلت ان بعد شويه، يعني بعد ما هيحرق من العضلات، لا ده كمان بعد شويه هيوقف حرق والدنيا هتبوظ معاك خالص، فالموضوع قله الاكل هتجيب لك نتيجه سلبيه. طيب ارجع تاني للاسئله بسرعه كده واشوف قبل ما اجاوب الاسئله. ما تنسوش اعملوا لايك واعملوا شير للفيديو. بالمناسبه انا مش بشوف شير كتير، يعني ليه؟ يعني كذا مره بنعمل لايف ومش بشوف شير، يعني في 3 4 بس بيعملوا شير، فيا ريت اعملوا شير للفيديو عشان يدخل معانا ناس اكتر. معاذ، علاج الامساك وزياده الوزن تاني. اولا هو السؤال اصلا في جزء منه مجاوب بعضه. زياده الوزن ده ممكن يكون من ضمن النتائج السلبيه للامساك. لو حد عنده امساك طبيعي ممكن وزنه يثبت او يزيد، فخلينا نتكلم عن علاج الامساك، فبالتالي تتحل مشكله الوزن. علاج الامساك اكتر من حاجه، اولا نشرب كميه ميه كفايه، ناكل خضروات كتير، خضروات مهمه جدا يا جماعه. الناس اللي بتهمل الخضروات دايما، والله بقول وفي كل فيديو هطلع هتكلم دايما هتكلم عن الخضروات الورقيه مهمه جدا. السلطه لازم،
ناكل الخضروات الرقية كتير، دي بتسهل عملية الهضم فبالتالي بتقلل الإمساك، وكمان ناخد المغنيسيوم 400 مللي جرام قبل النوم بساعة برضو بيساعد على الموضوع ده. كمان معلقة زيت زيتون على الريق بتظبط الدنيا خالص. لو كل الحلول دي ما نفعتش، واشك يعني حل منهم هينفع اكيد، بس لو كل الحلول دي ما نفعتش يبقى اي حاجه بقى من الصيدليه ان شاء الله هتظبط معانا على طول. مروه السلام عليكم، ازيك؟ عايزه اعرف زيت الزيتون ممكن اقلي بيه، وايه رايك في زيت السمسم وزيت الكتان ممكن كمان اقلي بيهم؟ يا مروه، بالمناسبه دي من الاساطير القديمه اللي علموها لنا زمان ومحدش صلح لنا المفهوم ده خالص، ان قال لك ان زيت الزيتون ما ينفعش تقلي بيه، وانه لو سخن مش عارف بيبقى مضر، وكل الكلام ده كلام يعني ملوش اي اساس علمي. لا، في دراسات علميه، دراسات حقيقيه اتعملت على زيت الزيتون، وتم تسخينه لدرجه حراره 190 درجه لمده، لو انا فاكر الدراسه صح، لمده تقريبا 16 ساعه، ومع ذلك ما وصلش لمرحلة الأكسدة الخطيرة اللي الناس بتتكلم عنها خالص نهائيا. قالوا في حسب الدراسة ان كل اللي حصل فيه ان يدوب طعمه اتغير بس شوية، لكن ما زال مفيد جدا، فبالتالي ينفع نقلب زيت الزيتون مفيش مشاكل. وكمان طبعا زيت السمسم وزيت الكتان كلها زيوت صحية جدا، ينفع نقلب بيها ونطبخ نعمل كل حاجة. رشا بتقول انا ما اقدرش استغنى عن الجبنة واللبن، اعمل ايه؟ كل جبنه، ايه المشكله؟ كل جبنه، انا باكل جبنه على طول مفيش مشكله. اللبن تقصدي الحليب؟ اكتبي لي تعليق تاني وقولي تقصدي الحليب ولا الزبادي. ريم بشكرك على مداخلتك. كلارا السلام عليكم، هو سهل على الانسان فتح فمه واكل كل شيء حتى الذي يضره ويسبب له في سمنه، وصعب عليه انه يتخلى عن كل هذه الاشياء ويكسب صحته ورشاقته؟ إذا عندنا امتحان حتى نتمكن من النجاح يجب علينا أن ندرس ونجتهد، كذلك الكيتو، إذا نحن نريد أن نخس يجب علينا أن نصبر ونحذر كل شيء ممكن يؤلمنا، أكل أو استرس. طبعا كلارا كلامك سليم 100%، يعني فعلا في ناس كتيرة بتستسهل وزي ما أنت بتقولي بيأكلوا وخلاص. لا، عايز فعلا تخس اعمل الشروط بتاع عشان تخس، قلل النشويات والسكريات، التزم بالرجيم بتاعنا وهتخس من غير اي مشاكل خالص. اسلام محمد، انا حلمت اني اكلت جاتو كده انا خرجت من الكيتو. على فكره رجعي البوتاسيوم عندك، ممكن يكون عندك نقص في البوتاسيوم ساعات او الصوديوم اظن، ساعات هو اللي بيعمل المشكله دي. كلي زيتون مخلل ومش هتحلمي بالموضوع ده تاني، بس لا ما تقلقيش. مروه سؤال تاني، معلش، ما فيش دلوقتي سبانخ في السوق، نعمل ايه؟ بروكلي، يعني احنا عايزين السبانخ ليه؟ عشان السبانخ فيها نسبه او يعني نسبه كبيره جدا من البوتاسيوم. البروكلي والارنبيط فيهم بوتاسيوم كتير جدا، مهمين جدا يا جماعه، خليهم دايما على سفرتكم في الاكل. معاذ، انا مش لاقي خل تفاح طبيعي، موجود في السوبر ماركتس الكبيره وحاليا موجود على سوق دوت كوم كمان، اللي يدخل على سوق دوت كوم هيلاقيه. مش بشرب المحلول الكيتوني، لا، هاتي الخل التفاح واشربي. ريم بتقول ضروري جدا للحرق والهضم وتنقيه الكبد، اظن هي بتتكلم عن خل التفاح. خل التفاح طبعا ضروري جدا للهضم وتنقيه الكبد، وليه مزايا كتير جدا، انا كنت كاتب مقال كبير خالص عن الموضوع ده، خل التفاح مهم جدا. رشا رجعت تكمل بتقول لي اللبن الحليب. اوكي، انا برضو في موضوع اللبن الحليب رشا انا كنت اتكلمت عنه بشكل سريع كده في بوست نزلته من كام يوم، وقلت ان ينفع نعمل نحط كده يعني معلقتين ثلاثه لبن حليب على الشاي او القهوه او النسكافيه. قاعدين بقول لك اهو تصريح على الهواء مباشره، ولو حد سالكم قول وليد الاسيوطي هو اللي قال ينفع نحط معلقتين ثلاثة لبن حليب على الشاي أو القهوة أو النسكافيه ونشربهم، مفيش أي مشكلة خالص. يعني حتى كمان أنا أصلاً أنا واحد من الناس، أنا مدمن نسكافيه، أنا ما ينفعش يومي يبدأ من غير كوباية النسكافيه بحليب. فبالتالي لما بدأت كيتو قعدت في الأول أول شهر ونص مفيش فيهم هزار، كانش في أي حاجة زي كده خالص لحليب ولا غيره، وبعد كده بدأت أشرب شوية حليب قليلين، ولحد النهاردة ما بطلتوش خالص، والحمد لله بخس كويس جدا جدا جدا، وكيتو 100%. فمبروك عليك المعلومة دي النهاردة يا رشا. ينفع تحطي معلقتين ثلاثة كده حليب، شوية حلوين يعني 50 مللي جرام مثلا، تعملي بيهم النسكافيه أو الشاي هيبقى زي الفل.
محمد سمرة مساء الخير، خليني ابطل اكل كتير وبطل اشرب بيبسي. عايز طريقة؟ بص هقول لك على حاجة. بص انا عارف ان انت بتهزر يا سمارة، عارف ان انت بتهزر، بس خلينا نتكلم بجد فعلا، لان ده بيحصل مع ناس كتير. في ناس كتير بيبقوا مدمنين اكل وشرب بيبسي، فانا هتكلم، هاخد النقطة دي وهجاوب الحتة دي. لما هتبدأ تدخل، الناس اللي هتدخل كيتو او الناس اللي معانا في الكيتو فاهمين كويس جدا ان موضوع ادمان الاكل ده مش هيستمر معاك اكتر من، انا قاعد معايا 3 4 ايام، مش هيستمر معاك اكتر من اسبوع، هتبقى جعان فعلا اول اسبوع، بعد كده خلاص انسى موضوع الجوع ده خالص، الاكل هيتحط قدامك ولا هتفكر تبص عليه خالص، هتفقد كل رغبة عندك في الاكل. ليه؟ لانك بتاكل دهون صحية كتير. في الكيتو احنا بناكل دهون صحية كتير، الزبدة والسمن البلدي وزيت الزيتون، الدهون الصحية دي بتحسسك بالجوع طول اليوم. وانا بشكر جدا الناس اللي عمالين يعملوا لايك ولاف، بشكركم جدا، منورين، وريت كمان تعملوا شير للفيديو علشان عدد اكبر من الناس يدخلوا معانا. ايمان، هل اجنحة الدجاج؟ معلش هرجع اكمل تاني كلامي مع سمارة. طريقه تخليني ابطل الاكل الكتير والبيبسي، زي ما بقول لما هتدخل في الكيتو وتستمر عليه اسبوع بتنسى خالص موضوع الاكل ده، انت مش هتحس بجوع اصلا، مع ذلك لازم تاكل زي ما اتفقنا. ما ينفعش، اتكلمنا في اول الفيديو، ما ينفعش تاكل وجبه واحده طول الوقت في اليوم، لا بجدد 3 وجبات، وجبتين، وجبه، وهكذا، فدي نقطه، فمش هتحس بالجوع. تاني حاجه بالنسبه للبيبسي، ادمان البيبسي او ادمان السكريات عموما ده بيبقى نقص بوتاسيوم. لما تبدا تاكل خضروات فيها بوتاسيوم كتير زي السبانخ والبروكلي والبقدونس هتنسى خالص ادمان السكر ده. ايمان بتقول هل اجنحه الدجاج والقوانص كيتو لو سمحت؟ طبعا طبعا. بصوا اي حاجه جوه الحيوان او جوه الطير ينفع تتاكل، يعني الكبد، القوانص، حتى كمان عن البقره مثلا، الفشه، الكرشه، الممبار، بس طبعا نحشي لحمه مفروم، كل الحاجات دي كيتو 100%. معاذ، البريد بروف مسموح قد ايه وهل كل يوم ولا لا؟ خدوا البريد بروف كل يوم مفيش مشاكل. خدوا البريد بروف كل يوم مفيش مشاكل. كم مره في اليوم؟ مرتين كفايه. رشا، شكرا استاذ، شكرا ليك يا رشا، اهلا بيكي، منوره. معاذ، هو المشي لازم يكون سريع ولا ماشي عادي؟ يعني يستحسن المشي السريع، طبعا المشي السريع اصلا بيحرق اكتر، لو ساعة كده كل يوم هيكون كويس خالص. محمود عرفان، منور يا محمود، اهلا وسهلا بيك. في اسم صيني كده مش عارف اقراه، طبعا مستحيل اعرف اقراه، اسمه بالصيني، اللي ميزانهم اقل من 100 يلاقي نتيجه جيده. طبعا طبعا، انا معايا ناس من المشتركين معايا اللي بتابعهم بشكل شخصي ميزانهم في السبعينات، ودلوقتي في ناس وصلت للستين كمان، كلارا هي معانا من ضمن اللي انا بتابعهم بشكل شخصي، وزنها حاليا 62 وشويه، يعني نازله من 73 تقريبا، فما فيش مشكله. شيرين بتقول ازيك يا وليد باشا، انا شايفه ان نظام الكيتو صحيح هو نظام هايل ونتائجه مذهله في انقاص الوزن والصحه العامه، ولكن بعد فتره طويله الجسم بيتاقلم عليه والقصه صعبه جدا بكل محاولات الوصول المثالي والمعلومات العلميه للاسف غير كافيه لحل المشكله. شيرين يا جماعه، في الاول بس قبل ما عرضنا عليها، شيرين صديقتنا على الجروب وصديقتي على الفيسبوك، من الناس القديمه جدا في الكيتو، ومن الناس اللي عامله انجاز كبير، انا مش فاكر بس الرقم، هي كانت نزلت البوست بتاعها عندنا على الجروب، عامله انجاز ما شاء الله عليها، ممتاز، نازله وزن كتير خالص. يا ريت يا شيرين تفكريني نزلت وزن كام بالظبط، فهي قربت للمثالي الى حد ما، بقى لها كام كيلو بس معندين معاها بقالهم فتره. فالحته بتاعت ان مفيش معلومات علميه كافيه، انا معاكي بصراحه في النقطه دي. الكيتو كله نظام الى حد ما جديد نوعا ما، طبعا هو بدا سنه 1920، ولكن يعني بدا قريب، بس الناس تبدا تفهم او تعرف ان في حاجه اسمها كيتو، وبعض الناس تتبعه، فبالتالي الدراسات العلميه اللي عليه مش كتير، في دراسات علميه عليه لكن مش كتير.
فهي الحلول يا شيرين انت عارفاها، انت خبره في الكيتو من زمان، انت عارفه الحلول، معلش ما تيأسيش، حاولي تطبقيها وحاولي تشتغل عليها اكتر من مره، وزودي الرياضه. انا مش عارف انت بداتي تلعبي رياضه ولا لا، بس اظن يعني انك بداتي، فقولي لي العبي رياضه اكتر، وده بيساعد على الحرق اكتر. محمد سماره تسلم، انا وسهلا بيك يا محمد، منور دايما. كلارا اهي، اه كلارا موجوده، بتقول من 73 ل 62 في شهرين. تمام جدا يا كلارا، دايما منوره، عشان الناس بس كانت بتسال هل الكيتو ينفع الوزن اللي تحت ال 100؟ طبعا ينفع. طب هل الكيتو ينفع للناس اللي وزنها تحت ال 80؟ طبعا ينفع، مفيش مشكله خالص. كلارا وزنها تحت ال 70 كمان وملتزمه كيتو. هو يعني خلينا نقول ان الكيتو بيجيب نتائج افضل واسرع مع الناس اللي وزنهم فوق ال 100. النتائج اسرع بكتير جدا، لان بتبقى كميه الدهون اصلا متخزنه عندنا كتير، فبالتالي بيكون حرقها سريع. لكن الناس اللي اقل من كده بيبقى الحرق عندهم ابطا شويه. محمد عرفان، انا خرجت من الكيتو بسبب حليب جوز الهند، حذر الناس منه، فيه نشا. فريشلي ده يعني، ده اسم النوع اسمه يعني. اوكي، هو طبعا ماشي يا محمد، اشكرك جدا على مداخلتك، وخلينا اقول مبدئيا ان حليب جوز الهند مسموح في الكيتو، لكن الناس تاخد بالها فعلا مش اي حاجه مسموحه يبقى تجري اول ما تلاقيها فتشتريها وتشرب منها. محمد صديقنا بيقول ان هو خرج من الكيتو بسبب نوع من انواع حليب جوز الهند كان فيه افتكرتك يا محمد، يا باشمهندس محمد افتكرتك، انت كنت بعت لي فعلا من فتره وانا كنت شفته وقلت لك افتكرت الموضوع ده. باشمهندس محمد كان بيشرب حليب جوز الهند، وهو معتقد ان حليب جوز الهند مسموح في الكيتو. اوكي، حليب جوز الهند مسموح في الكيتو، لكن النوعيه اللي هو كان مشتريها، النوعيه اللي هو كان جايبها، كان فيها نشا او سكر على ما اتذكر. فبالتالي فجاه اتفاجئ ان هو وزنه تقريبا بيزيد من غير ما ياخد باله ايه المشكله، رغم ان هو كان ملتزم بالكيتو جدا. كانت المشكله في حليب جوز الهند اللي كان اصلا مخرجه من الكيتو، لان كان فيه نشا او سكر. دايما يا جماعه اقروا المكونات بتاعه اي منتج تشتروه. معاذ، وجبتين كفايه؟ اوكي، وجبتين كفايه في اليوم، ماشي مفيش مشاكل، وجبتين وصيام 16 ساعه. بس ارجع تاني واقول ما نثبتش عدد معين من الوجبات. يعني اوكي مشيت فتره كده وجبتين، تعال خد لك يومين ثلاثه وجبه، بعد كده تعال خد لك يوم او يومين ثلاث وجبات، وارجع تاني وجبتين، وهكذا. التغيير مطلوب دايما. محمود عرفان، باشمهندس كان نزولي سريع جدا بس لما خرجت ودخلت تاني نزولي بطيء جدا. اللخبطة بتاعة الدخول والخروج دايما فعلا بنقول عليها بتعمل مشاكل، ممكن تثبت الوزن فترة، ممكن تخلي النزول بطيء، ممكن تزود الوزن طبعا، بس احيانا بيكون مجرد زيادة مية. فكل الحاجات دي، الخروج والدخول في الكيتو دايما بحذر منه، ما تدخلش وتخرج في وقت قليل. يعني انا لما اتكلمت عن الموضوع ده في، افتكر اللايف اللي فات، الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبله، انا قلت ممكن نخرج من الكيتو بس لو بقالك اكتر من 3 4 شهور متواصلين بالتزام تام. انت بقالك مثلا 4 شهور ملتزم التزام تام، ما لخبطتش ولا مره، فانت وصلت فات ادابتد، وعايز تخرج من الكيتو كده يوم ولا حاجه، عندك عزومه مثلا ولا فرح ولا حاجه، هتخرج من الكيتو يوم وترجع تاني، ماشي مفيش مشاكل. لكن اللي هو انت بتدخل في الكيتو اسبوع وتخرج اسبوع وتخرج اسبوع وتخرج، لا طبعا ده ما ينفعش. ندى، ميرسي يا وليد، يور سبورت جدا. ندى منوره، انا وسهلا بيكي. ندى طبعا من اصدقائنا الممتازين والقدام جدا في الكيتو، ودايما بتمنى لك كل خير يا ندى. الاء، الله يعطيك العافيه، انا وسهلا بيكي. شيرين بتكمل اهي معايا، شيرين من 119 كيلو ل 84. يا جماعة شيرين مثال يحتذى به، وزنها كان 119 كيلو، مع الكيتو أصبح 84، ما شاء الله عليك يا شيرين. وكنا بنتكلم من شوية عن شيرين يا جماعة، هي مشكلتها دلوقتي إن النزول بقى عنيد شوية. فتاني بأكد عليك يا شيرين، العبي رياضة يمكن يكون الحل فيها، لو جربت الحلول اللي قلناها قبل كده، تغيير مواعيد الأكل وعدد الوجبات، ما نفعش معاك الكلام ده، جربي الرياضة هتفرق معاك كتير إن شاء الله. كلارا، استرجعت رشاقتي وقوتي مع الكيتو، يا رب دايما يا كلارا. ندى، العك في الاكل بس عك كيتوني، ده امان الى حد ما ولا لا؟ طبعا يا ندى بامان، احسن من اللي هيعك بره الكيتو. يعني مثلا جيت في يوم كده وزهقت من الكيتو وعايز تغير شويه،
اعمل حلويات كيتونيه كده، اعمل كيك كيتوني، اعمل بسكوت كيتوني. وعندنا على الجروب كل الحاجات دي موجوده، والدكتوره كلارا ما شاء الله عليها مش مقصره، بتنزل لنا وصفات هايله. يعني هي دكتوره في البيولوجي وفنانه في المطبخ، وخصوصا الاكلات الكيتونيه. فعندنا على الجروب هتلاقوا فيه اكلات كيتو كتير جدا، اعملوا حلويات كيتو، واعملوا بسكوت كيتو، واعملوا حاجه زي كده. فك عن نفسك كده يوم، عك براحتك كده في يوم جوه الكيتو، وارجع تاني كمل، مفيش مشاكل خالص. زياد سيد وليد، انا عندي سكري نوع تاني، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، والحمد لله على الكيتو اتعدل السكري تمام، وقياسه 95 ل 110. والسؤال ما شاء الله، اذا لعبت التمارين مقاومة وبعد التمارين اكلت وجبة بروتين ودهون خفيفة وصحن رز وحتة بطاطا، ايه ده كله كده؟ هل يرتفع سكري؟ طبعا هيرتفع سكري، او يذهب الكرب للعضلات ويبقى السكر ضد ضمن المعدلات. لا طبعا هيرتفع الكرب، هتاكل بروتين كتير وكمان بطاطا حلوة وقلت ايه تاني، ورز، ايه ده، 1000000% طبعا السكر هيرتفع تاني. لا بلاش طبعا الكلام ده خالص، حتى لو بتلعب رياضة انت يعني ربنا يعافيك عندك سكري من النوع التاني، فمجرد دخول اي نوع من انواع السكريات في جسمك مؤكد هيرفع السكر عندك على طول. كلارا وليد، اتمنى انك تعمل لايف على البذور التي يسمح باستعمالها في الكيتو وكذلك فائدتها. تمام طبعا، فكرة ممتازة جدا يا دكتورة، اشكرك وهتساعديني في الموضوع ده بما انك اساسا متخصصة في القصة دي. نعملها فيديو حتى، يعني هنشوف اذا كان ينفع نعملها لايف ولا لا، بس ممكن نعملها فيديو كده مسجل. معاذ عقبالنا يا شيرين، كلام ده ليكي. محمود يا فندم بيسألك في كام شهر، فالأسئلة بقت ليك يا شيرين. بيقول لك عقبالنا، بيقول لك عملتي الكلام ده الإنجاز العظيم ده في كام شهر. فاطمة منور أستاذ وليد، وشكرا على تعبك معانا، أشكرك يا فاطمة، أهلا وسهلا بيك دايما. عمر الفاروق بيقول نفس الشيء معي، لا تقلق إن الله معنا، بيتكلم لبشمهندس محمود. هو طبعا الموضوع ده بيحصل مع ناس كتير، موضوع انك ممكن بعد ما تخرج من الكيتو وتيجي ترجع تاني فيحصل ثبات في الوزن او نزول بطيء، ده كل الحاجات دي واردة. نلتزم بس، نلتزم ونكمل، وهتلاقي والله هتشوف نتائج كبيرة جدا. انا في فترة من الفترات قعدت يمكن اكتر من شهر ونص وزني ثابت ما بيتغيرش، بس جيت في رمضان الحمد لله الدنيا اختلفت معايا تماما، خسيت اكتر من 7 كيلو في رمضان. بعد رمضان بدأ النزول يبقى بطيء شوية، ولكن بيحصل على فترات، يعني جسمك محتاج يستريح شوية. محمود عرفان، طحينة السمسم كام يوم في الأسبوع؟ مع العلم إني بطحن السمسم في البيت مع زيت الزيتون والخل الطبيعي. ممتاز، كويس جدا. يا جماعة ينفع تعملوا طحينة سمسم في البيت بالمناسبة، يعني ينفع تعمل الطحينة الحلوة بتاعتنا اللي احنا بناكلها دي، الطحينة الجميلة يعني، مش طعمها حلو، هي جميلة، اللي هي بالسمسم، ينفع تعملها في البيت، سمسم وخل طبيعي وزيت زيتون. وينفع تاكل مثلا معلقتين في اليوم، خلينا نقول بص ما فيش حاجه ثابته، يعني لو قلت لك مثلا 3 4 ايام اوكي، 3 4 ايام في الاسبوع اوكي كويس، لو قلت لك يومين ثلاثه برضو اوكي كويس، فبراحتك من طول ما انت ضمن نسب الكارب بتاعتك ما فيش مشكله. طحينه السمسم كويسه جدا ومفيده اصلا صحيا يعني. فاطمه كنت حابه اسال، انت قبل كده قلت ان اللي بقاله اكتر من 3 شهور كيتو ممكن يعمل يوم فري، طب لو كده يبقى كل قد ايه؟ يبقى كل 3 شهور. يعني انا لسه حالا يا فاطمه من ثواني انا فعلا اتكلمت عن الموضوع ده في لايف قبل كده، وكنت بتكلم عنه دلوقتي تاني. لو بقالك اكتر من 3 شهور، خلينا نقول 3 4 شهور، تقدر تاخد يوم فري من الكيتو وترجع تاني بعد كده. بس طبعا في شروط، اولا طبعا بعد ما ترجع تاني للكيتو تاني يوم، اعمل حسابك ان انت ما تبصش على الميزان خالص لمده اسبوع، في احتمال يكون في زياده ميه، في احتمال برضو يحصل كده اول ما تيجي تخرج، اول ما تيجي تدخل سكريات ولا حاجه، في احتمال يحصل يمكن شويه صداع ولا مغص. لو فاجأت جسمك بكميه سكريات او نشويات مبالغ فيها، لكن ممكن تاخد حبه حبه كده بسيطه وتبدا تهيئ جسمك ان انت هتخرج رفيد، فبالتالي الدنيا تمشي معاك تمام من غير مشاكل. ممكن تعمليها كل قد ايه بعد كده؟ خلينا نقول مثلا كل شهر ونص او شهرين مثلا، ممكن تكرريها تاني عادي. كلارا، اليوم جربت وصفه ايس كريم كيتوني، غدا ان شاء الله سوف اخبركم اذا كان جيد، فانا عوض ما اشتغل في المختبر اشتغل في المطبخ. هو الموبايل جاب نوتيفيكيشنز كتير قوي ليه كده، وكان فاصل ولا ايه؟
نعمل في الاول سوري كنت بس سايلنت. فدكتوره كلارا يا جماعه بتجهز لكم وصفه ايس كريم كتوني. اشكرك جدا يا دكتوره روان. روانا كيفك؟ انا وسام بيك روانا منوره. ريم ارجو ان تشارك وصفات العزيزه كلارا مع كل الجروبات حتى تكون الفائده عامه. روان ماما امبارح تبرعت وعملت كفته بفراخ وعشان تمسك معها برشت حبه بطاطا عليها وبعد ما اكلت حكيت لي كنت هنجن منها. لو صار هيك مره تانية اعمل ايه؟ صومي 16 ساعه يعني لو تقدري صومي يعني صومي من 13 ل 16 ساعه يا روان. طبعا بالالف هنا عليكي وعلى مامتك. لو حصلت حاجه زي كده تاني صومي على قد ما تقدري 13 ساعه واكتر. هيحرق الكربوهيدرات يعني الزياده اللي دخلت جسمك. بس يستحسن يعني ايه الوقايه خير من العلاج يعني. طمني في الاول كده وقفي مع ماما كده في المطبخ وهي بتعمل حاجه عشان تطمني ان ما يحصلش اي مشاكل. طيب دي تقريبا كانت كل الاسئله الموجوده. تاني كده عشان بس هدي بس دقيقتين كده عشان لو حد عنده سؤال تاني يتفضل. بس في الدقيقتين دول هرجع الخص تاني بسرعه كده ملخص الحلقه بتاعتنا النهارده. في البدايه كانت عن ايه؟ اتكلمنا عن ثبات الوزن هيكون افضل بالنسبه لك ولا انك تخرج من الكيتو وتتدمر الدنيا خالص وتضيع كل المجهود اللي عملته في شهور طويله. الحل انك تفضل متمسك بالكيتو حتى لو حصل ثبات لفتره معينه، معلش تبقى فتره مؤقته وبيرجع الوزن يتحرك مره تاني، افضل من انك تخرج من الكيتو وتضيع مجهودك كله. هاخد كمان سؤال. امل خيارات غير البيض الصبح ما عم تقبله. ليه ما بتقبليش البيض؟ البيض ده صديقنا الصدوق يا جماعه، البيض جميل جدا. بس عموما في افكار، دايما في افكار كتيره للفطار غير البيض. ممكن بتنجان مثلا باللحمه المفرومه، ممكن مشروم برضو باللحمه المفرومه، ممكن ارنبيط او بروكلي برضو باللحمه المفرومه، ممكن لحمه مفرومه باللحمه المفرومه. يعني في اختيارات دايما كتيره، او ممكن تونه حتى او حاجات زي كده. عاوزين نشارك وصفات مع جروبنا الصديق. شيرين جمال عاوز اضيف على كلامك ان الكيتو يعمل ضبط الهرمونات خصوصا عند المراه ويرسم شكل الجسم ويغير كتير في اسلوب الحياه ونقاء الفكر طبعا. وعاوز اقول ان اللبن الجاموس يمكن استعماله في الكيتو بامانه. انا استعملته 6 شهور في رحلتي. طبعا احييكي واشكرك جدا يا شيرين. طبعا الكيتو يعني برضو كان من ضمن الحاجات اللي اتكلمت عنها قبل كده كتير. يمكن حتى اقربهم كان في اللايف اللي فات لما حد واحده من الصديقات كانوا بيسالوا عن مشاكل بتحصل في النزيف عندها في البريود او كده. في بعض الناس حصل، في بعض الستات حصل عندهم تاخر في الدوره، وفي بعض الناس حصل عندهم لخبطه في مواعيدها، وفي بعض الناس بيحصل عندهم نزيف، في بعض الناس بتحصل عندهم حاجات زي كده. فانا كنت اتكلمت عن النقطه دي المره اللي فاتت وقلت ان الكيتو بيعمل لك حاجه زي ما تكون، انا حتى شبهتها المره اللي فاتت كانك بتعملي ريسيت، بتعملي استعاده ضبط مصنع، فبتعملي اعاده ضبط لكل هرمونات الجسم. فممكن تحصل تحس باللخبطه في الاول، اول شهرين ثلاثه، لكن دي ما بتبقاش مشكله. لا ده الكيتو بيعالج كل المشاكل اللي عندك في الهرمونات وهيظبطها بشكل كبير جدا. شيرين كمان بتكمل ان هو الكيتو بيعيد رسم شكل الجسم، وده كلام حقيقي جدا 100%. كمان بيغير في اسلوب الحياه ونقاء الفكر، وبيدي طبعا نشاط وقوه وتركيز وحاجات جميله جدا زي كده. كمان شيرين بتاكد على الكلام اللي اتكلمت عنه من شويه موضوع اللبن، بس هي تحديدا حددت لبن الجاموسي، بتقول ان هي بتستعمله بامان من 6 شهور. انا كمان بستخدم اللبن الحليب زي ما قلت لكم. انا بقيت تقريبا قربت يعني داخل في 7 شهور، منهم اول شهر ونص زي ما اتفقنا او زي ما قلت ما استخدمتش فيهم اللبن، لكن باقي الفتره انا بشرب الحليب عادي جدا من غير مشاكل. محمد عباس هو ينفع الكيتو مع حركه بسيطه بسبب الحظر؟ ينفع من غير حركه خالص. بص اهو من الاخر جبت لك من الاخر، الكيتو ينفع من غير حركه خالص ولا رياضه خالص. انا يعني نادرا ما بتحرك بصراحه طبعا عشان الحظر ومفيش خروج الايام دي، فانا نادرا ما بتحرك. وحتى ساعه ما بدات الكيتو في الاول برضو كانت حركتي قليله، ومع ذلك الحمد لله كنت بخس بشكل طبيعي جدا. طبعا يعني الرياضه والحركه
هتخليك تخس اكتر وجسمك هيبقى افضل. لكن افرض مفيش فرصة للرياضة والحركة، خلاص مفيش مشاكل، كده كده هتخس برضه. محمد جاد، قشطة اللبن الجاموس تبع الكيتو ولا غلط؟ لا ما اهو القشطة تمام، القشطة معانا في الكيتو، قشطة مفيش مشكلة يعني عادي جدا. طيب افتكر دي كل الأسئلة النهاردة. ف احنا كل يوم جمعة الساعة 9 بتوقيت القاهرة، يعني زي دلوقتي بس من شوية، كل يوم 9 مساء بتوقيت القاهرة، كل يوم جمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، بنكون مع بعض هنا لايف على جروب رجيم الكيتو بسهولة، ايزي كيتو دايت. تابعونا وشاركونا دايما، بكون سعيد جدا بوجودي معاكم وبأسئلتكم ومشاركتكم. قبل ما اختم برضو هاخد اخر سؤال من فاطمة، نفسي اكره المكسرات، احسها بتثبت الوزن معايا. انا باكل، بتحسيها تثبت الوزن؟ طبعا بتثبت الوزن، انا باكلها يوم يوم لان ما بتستهويني حلويات الكيتو خالص، بس اعمل ايه؟ بشتهي الحلوى في صوره المكسرات، اعمل ايه؟ طبعا المكسرات بتثبت الوزن عند ناس كتيره جدا، المكسرات حلوه ومفيده وينفع ناكلها في الكيتو، ولكن مش على طول يعني، ممكن مره او مرتين في الاسبوع، وناخد شويه قليلين يعني 10 12 حبايه لوز مثلا. بالمناسبه مش كل المكسرات مسموحه. ايه ده، الاسئله بدات تظهر فجاه يعني. هو ماشي، طب هجاوب برضو على الاسئله قبل ما اقفل الحلقه، هجاوب على كل الاسئله اللي جت. المكسرات مسموحه لكن ما ناخدش منها كتير، ومش كلها مسموحه، مسموح بس اللوز، البندق اللي هو عين الجمل، البيكان، المكاديميا، وطبعا الفول السوداني واللب يعني. ما ناخدش منهم كتير وما ناخدهمش كل يوم، ممكن مره او اتنين بس في الاسبوع، لان الحاجات دي بتثبت الوزن فعلا. احساسك يا فاطمه، احساسك بالرغبه في السكريات زي ما قلت قبل كده كتير، نقص صوديوم وبوتاسيوم، كل زيتون مخلل هيعوض لك نقص الصوديوم وينسيك الحاجات دي، هيفتح نفسك على الاكل، وكلي حاجات اللي فيها بوتاسيوم زي السبانخ والبروكلي والارنبيط، هتنسيكي الرغبه في الحلويات. محمد جاد، ممكن نشرب لبن قد ايه في اليوم؟ 50 مللي يعني، انا بقول معلقتين ثلاثه علشان للامان، خصوصا لو لسه بادئ، لو لسه بادئ كيتو انصحك بلاش، لو لسه بادئ كيتو في اول كيتو بلاش لبن. لو بقالك فتره شهر او اكتر ممكن تشرب 50 مللي يعني، حاجه كده اقل من نص كوبايه يعني، وزي ما قلت تحطهم على الشاي او القهوه. احنا عارفين تصبح على خير، وانت من اهله منورته، وانا سعيد جدا دايما بوجودي معاكم. فاطمه، لو راح استغنى عن الوجبه ياخد مكسرات؟ لا، الوجبه بتاعتنا لازم تكون متكامله، دهون بروتين خضروات. المكسرات ما ينفعش نعتبرها وجبه لوحدها، زي ما قلت ان هي بتثبت الوزن عند ناس كتير. محمد عباس، شكرا على وقتك، شكرا ليك يا محمد على وجودك معانا على الجروب. اكتبوا يا جماعه بوستات جديده على الجروب، اكتبوا بوست يعني، دايما ما تخلوش الاسئله بس جوه الكومنتات، لا اكتب بوست جديد، منشور جديد، حط فيه سؤالك، حط فيه وجبتك في يومك، في يوم معين مثلا، واحنا نقول لك الوجبه مظبوطه او ننصحك بحاجه ثانيه، سواء انا او زمايلي المشرفين اللي معايا ننصحك، والاعضاء برضو زمايلنا برضو، الناس كتيره جدا من الاعضاء اللي معانا في الجروب اصلا خبره في الكيتو وفاهمين فيه كتير. حطوا منشورات جديده، اكتبوا يومكم ماشي ازاي، اكتبوا اسئلتكم، اكتبوا اجاباتكم، شاركونا اهتمامكم، ونشارك بعض كلنا، علشان برضو الكيتو محتاج للدعم، كلنا محتاجين يبقى عندنا ندعم بعض بشكل نفسي، علشان زي ما قلت اول حاجه اتكلمت عنها النهارده من الحاجات اللي بتسبب ثبات الوزن هي الاستريس او الضغط النفسي، فمحتاجين دايما ان احنا ندعم بعض ونشجع بعض على ان احنا نواصل في الكيتو علشان نكسب صحتنا بامان باذن الله. بشكركم جدا، استنوني دايما كل يوم جمعه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، انا وليد الاسيوطي، دمتم بصحه وسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله.